وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز جهود تطوير قطاع الطيران المدني، ذلك في الاطار العام لحسن اداره موارد وامكانات الدوله واستثمار الحد الاقصى الاقتصادي من عوائدها. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي للاطلاع على خطه الانشطه المستقبليه لوزاره الطيران فضلا عن المواقف التنفيذيه الخاصه بها بعدد من المشروعات الجاريه. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامه، والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهوريه بان الاجتماع تناول متابعه الخطط المستقبليه لقطاع الطيران المدني. وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز جهود تطوير قطاع الطيران المدني وذلك في الاطار العام. لحسن اداره موارد وامكانات الدوله واستثمار الحد الاقتصادي الاقصى من عوائدها بما في ذلك موقع مصر الجغرافي الاستراتيجي والفريد وامتلاكها لسلسله مطارات دوليه على امتداد رقعه الدوله مما يوفر فرصا ضخمه في مجال الحركه الجويه والطيران المدني وكذلك السياحه وقد عرض السيد وزير الطيران المدني في هذا السياق خطط الأنشطة المستقبلية للوزارة فضلاً عن الموقف التنفيذي الخاص بعدد من المشروعات الجارية بما في ذلك تطوير وتحديث أسطول الطائرات وحوكمة إدارة الشركات التابعة للقطاع وكذا إعداد الكوادر البشرية من الطيارين والأطقم الجوية على أعلى مستوى موضحاً أن الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطيران المدني تتمثل في رفع كفاءه اداء العمل وتطوير المستمر وصولا الى زياده القدرات التنافسيه